الأول الموضوع من وجهة نظر البحث في قضية حقيقي مجتمعي. اللي احنا شفناه ده مأساة مكتملة وعلى ما يبدو ملهاش نهاية لو فضلنا مستمرين كده، لأن هناك ما يطلق عليه الزواج بالمشاهرة. طيب خلينا الأول نقول للناس عشان نعرفهم يعني إيه الزواج بالمشاهرة. خلينا نقول إن الزواج، إن ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج في كتابه العزيز وقال إن هو حضرتك بيجعل ما بينهم مودة ورحمة ما بين الزوجين علشان بعد كده تعمر الكون ويكون في أسرة، والأسرة ده هي تكون مستقرة ويكون في نسب، وبعد كده هو الحياة كلها حضرتك تستقيم بالأسرة. الأسرة هي نواة المجتمع، والمجتمع هو مجموعة من الأسر. صحة الأسرة صحة المجتمع، وبالتالي صحة الدولة ككل. طيب أنا عايزة أقول في خمس حضرتك شروط أساسية خاصة بالزواج. أولا لازم يكون في الإيجاب والقبول ما بين الطرفين. تاني حاجة يكون في إشهار وعلانية. تالت حاجة في شهادة شهود، وشهادة شهود حضرتك تقبلهم وتعرفهم للشهود دهوت، لأن في كتير جدا من البنات والأسر بيقعوا في خطأ كبير جدا إن الشهود ما بيعرفوش لا هويتهم ولا هم منين ولا هم حضرتك يعرف يتوصل لهم إزاي بالظبط كده، أو اتنين ماشيين في الشارع. غير كده هوت حضرتك بيكون في مهر، والمهر ده هوت المفروض ان الزوجه اللي هي المفروض العروسه بتقبله باقل القليل، ممكن يكون اقل حاجه وهي بتقبل هذا المهر، وحضرتك بتكون باذن وليها. طيب ايه اللي جد حضرتك من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طالما ان دي حضرتك المفروض الخمس شروط، الناس كترت والعالم حضرتك بقى فيه توسع فيه وبقاش الدنيا بقت قبائل وكل الناس عارفة بعضها، بعد كده هوت حضرتك طلع شرط وهو شرط التوثيق. علشان حضرتك التوثيق ده هوت هو حفظ الحقوق والواجبات بالنسبة حضرتك للزوج والزوجة. في نفس الوقت لو حصل حضرتك نوع من الطلاق يبقى حضرتك ان احنا نقدر نستند للشهود ونقدر نستند حضرتك لوثيقة الزواج. لما يكون في بعد كده هوت انجاب يبقى نعرف نعمل لهم شهادة ميلاد ونسبة حضرتك اللي الطفل ده هوت لوالده بحضرتك بهذه الوثيقة، وبعد كده يترتب عليه حقوق. أهم الحقوق حضرتك اللي بيترتب عليها أولا هي الميراث. يعني لو في زوج وزوجة وتوفاه الله هذا الزوج من حقها أن هي ترثه. طيب لو معهاش حضرتك وثيقة زي كده هوت واتفقت الأسرة زي ما احنا سمعنا كده هوت، زي ما الحاجة كانت بتقول أي حد يجي هاتوا البنت يبقى ربنا يبارك لك فيها، احنا عايزين نتجوز بنتكم ربنا يبارك لك فيها، بمنطق ايه؟ بمنطق حضرتك المشاهرة او بمنطق الاشهار، على ان هو اهل البلد بيبقوا عارفين، ولي الامر حضرتك بيكون موافق، بيجيبهم حضرتك شهادة شهود، وبعدين حضرتك بيكون في ايجاب وقبول ما بين الطرفين وبيتم الزواج. هل بيتم توثيقه؟ لا ما بيتمش التوثيق. بناء عليه حضرتك هنخسر كل الحاجات اللي انا قلت عليها، مش هيبقى في وثيقه للبنت او للولد اللي هيبعد كده هوت اللي هينتج من هذا الزواج عشان اعمل له انا شهاده ميلاد. شهاده ميلاد هترتبط بصحه الطفل ده هوت، لان اي طفل حضرتك بيتولد سواء ذكر او انثى بيكون ليه حضرتك وثيقه بتبقى اسمها وثيقه صحيه، بيبقى ياخد فيها حضرتك كل التطعيمات اللي بتقول عليها منظمه بالظبط كده، والبطاقه الصحيه اللي حضرتك وزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حضرتك اللي موثقة عشان يبقى نحافظ على صحة الطفل. سن حضرتك عندك سن التعليم بيدخل بعد كده هوت المدرسة، بعد كده هوت حضرتك ان هو بيكون ليه بطاقة شخصية، البطاقة الشخصية ده هوت بيكون ليه هوية داخل المجتمع معروف مين نسبه ومين باباه، ومنها يقدر يحصل على كل حقوقه زيه زي اي مواطن بالظبط كده. كل ده انا بقوله له، او بالاصح لما بيحصل النوع ده من الزواج يختفي ينتهي، لان انا مش عارف ادي لك حقوقك، لان انا اصلا مش شايفك، انت مش قدامي، دي حقيقة. طيب